النهارده ان شاء الله انا هشرح ازاي تحفظ اي طفل جدول الضرب بالطريقه اليابانيه، وهي طريقه سهله وبسيطه زي ما هنشوف دلوقتي. لما اقول لك 2 في 3، انا عندي هنا كام؟ 3، فاقسم 3 خطوط. وعندي هنا كام؟ 2، فاقسم خطين. وبقينا اعد نقط التقاطع اللي بينهم، ادي 1 وادي 2 وادي 3 وادي 4 وادي 5 وادي 6. يبقى 2 كده بكام؟ ب6. طب لما اجي اقول لك 4 في 3، نفس الحكايه، هنا كام؟ 4، فقسم 4 خطوط. وهنا عندي كام؟ 3، فقسم 3 خطوط. وبعدين اعد نقطة التقاطع اللي بينهم، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى كام نقطة؟ 12، حط هنا 12. طب لما اجي اقول لك 5 في 3، نفس الحكاية، عندنا كام؟ 3، فارسم هنا 3 خطوط. 1 2 3. وعندنا كام؟ 5، فارسم هنا 5 خطوط، ادي 1 وادي 2 وادي 3 وادي 4 وادي 5. وبعدين أعد نقطة التقاطع، هنا 1 وبعدين 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. يبقى كام نقطة عندي؟ 15. يبقى النتيجة كام؟ 15.